تقول لو تكرمت بعد الحديث عن دور المرأة في يقول أو تقول في تربية ولدها، اعطف عليه بالحديث عن كيفية ثبات القلب في فترة الشباب أمام الفتن ببرنامج روحاني مفتوح من فضيلتكم. الفتن هذه موجودة في كل زمن، وكل زمن فتنه بحسبه، وكلها تخبط المسلمين خط عشواء. المسلم خلق مفتنا، لكنه إذا ذكر ذكر. ولا ملجأ من هذه الفتن إلا إلى الله. كلكم يعرف مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه لما كان يناجيه في صلاته ويقول الخير كله بيديك والشر ليس إليك، ويقول له لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. عندما تقول أعوذ بالله، ماذا تفهم بهذه الكلمة أعوذ بالله؟ أي تلتجئ إلى الله، ربك نعم الملجأ. وإذا لم يعذك هو مما تخاف، وإذا لم تلتجئ إليه مما تعوذ، فمن يعيذك ومن يحميك؟ أحيانا الإنسان يركن إلى الأسباب وينسى مسببها. أذكر مرة إنسانا كان مدعوا إلى الحج، وكان مدعوا يعني من أعلى جهة يمكن أن يدعى منها في المملكة العربية السعودية، دعية هو ابنه، والأمور مهيئة والناس تنتظره وكذا وكذا. وقال قيل له متى تحب أن تذهب؟ قال أذهب في اليوم الفلاني وكذا وكذا. لما جاء اليوم الفلاني وذهب هو وابنته إلى المطار، إذا بهم في المطار يقال لهم لا يمكنكم أن تذهب، لا يمكنكم الذهاب. يقول لماذا؟ يقول هذه التأشيرة انقضى، امتنع الذهاب بها منذ 3 أيام. هو جاي مطمئن لأن الجهة التي تدعوه وكذا. فقال يقول لذلك الإنسان، يقول له لا لا شوف أنا الناس انتظروني وترى أنا لست يقول أنت على الرأس، لكن نحن عندنا قانون، وقل للناس الذين دعوك يكلموننا ونحن، أما بغير ذلك لا يمكن. فأكلم الناس. ذلك العام كان صدر أمر بأن بعد التاريخ الفلاني لا يأتي أحد من الحجاج، لا يأتي أحد. ما كان يدريه بهذا الأمر، فتوسط له الناس من سائر الطبقات، القضاة الأمراء كذا، كل واسطة فشلت. البنت تبكي وقد سلمت على صويحباتها وودعناهم. هو يقول بأي وجه أرجع إلى أن أنا سلمت عليهم قلت لهم فيرونني راجعا، وهذه البنت مسكين يضرب أخماسا في أسداس. حينئذ فقط تذكر الله، لأنه يركن يأوي إلى جهة قوية، يئيس فصار يدعو، ويرى بنيته تبكي ويعز عليه جدا أن يراها تبكي ودموعها على خديها والمسكينة. هو يقول أنا لا بأس لا أذهب، ولكن هذه المسكينة يا رب. فصار يدعو، صار يدعو يدعو، والله الذي لا إله إلا هو، يعني الأمر كما لو أن كنا تشاهدنه، كل واسطة بذلت جهدها. يقول أحدهم من كبراء رجالهم يقول يا فلان والله لو نشر أبي من قبره ما استطعت أن أذهب به إلى الحج، لأن الأمر هذه السنة مقفول مرة ما به، فخلاص ما. فلما دعا يأتيه تليفون يقول يا فلان الآن بعض الناس كتب برقية التماس إلى أعلى جهة هناك إن فلانا كذا وكذا، فهل يمكن أن تأذنوا له استثناء؟ قال وبرقيتك الآن تعرض في هذه الساعة فادعوا الله. هذا وقت كان صلاة العشاء، هو يصلي العشاء، بعدما سلم من صلاة العشاء التليفون يرن، أرسل الآن صورة تأشيرتك وتأشيرة ابنتك. ذهب وصلى ركعتين بعد صلاة العشاء، أتى التليفون غدا رحلتك إلى الحج. يقول ابنته يا بنيتي ربنا سبحانه يربينا لما غفلنا عنه وركلنا إلى الأسباب، قال لنا ربنا يعني ركنتم إلى الأسباب، طيب أنا لا أريد أن تأتوا،
مهما قويت أسبابكم واشتد عودها أنا لا أريد أن تأتوا. فامتنع الإتيان. فلما استيأستم ويقول لك الرب سبحانه انقطعت أسبابك وبذلت كل جهد وحاولت بكل سبيل وعلمت أنك لن تأتي، طيب الآن أنا أريدك أن تأتي. هذه الأمور، هذا الارتباط بالله، هذا شيء غريب. يعني عندما كنا صغارا، حدثني شيخ من حفظت عليه القرآن وهو رجل عامي، جده رجل عامي، يقول له يا بني، يقول لحفيده يا بني اقرأ علي السورة التي فيها يوسف وإخوته، فيتلو عليه حفيده صغير، فيأتي إلى الموضع الذي يوسف وأخذ من حضن أبيه وألقي في بئر، والبئر ليس بئرا في مدينة، ربما إذا صاح سمع صياحه، البئر في دوية، في قفر، في صحراء، لو صاح إلى أن تقطعت عنقه لا يسمعه أحد. وهذاك الجد يستشعر من يجيش فؤاده، يبكي ويقول الله 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 الله، وصنعوا بأخيهم هكذا، الله الله، وأخرجهم عند أبي، يقول فأنا أرى من انفعال جدي أكثر مما أرى عندما أقرأ تفسير القرآن في 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 تفسير سورة يوسف. لهذا الانفعال الذي يحس، هذه أمور روحانيات، أمور يربى عليها الإنسان. وهذا القلب مضغة، إذا لصلحت صحى الجسد كله، إذا فسد الجسد كله كيف صلاحها؟ صلاحها بالاستقامة، صلاحها بالامتثال لأمر الله ما استطاع الإنسان، الامتثال سبيله ما استطاع. ثم يكون لسانه رطبا من ذكر الله. تعلمنا ذلك الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به، فعل كذا فعل كذا، هذه واجب وهذه مستحبة، كثر علي هذا الشيء، أعطيني شيئا واحدا أستمسك به لا أتركه. فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه يقول الشاطبي رحمه الله روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. روى القلب ذكر الله فيكون عندك ورد من الأذكار، أذكار صباح، أذكار مساء، أذكار نوم، أذكار خروج من البيت، أذكار دخول البيت، وتعلم أولادك الأذكار حتى تصير ذاربة به ألسنهم الذكر عليه. ثم بعد ذلك تأتون إلى أوقات، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن تلك الساعة في الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله شيئا إلا أعطاه إياه، كثير من العلماء كانوا يرون أن هذه الساعة ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب من يوم الجمعة. أنا أعرف الناس كانوا يجتمعون في بيوتهم تلك الساعة، كل من في البيت يجلس، يعني الذين يشتغلون عندما يرجعون من شغلهم قبل المغرب ويجلسون يذكرون الله ويدعونه، الأب والأم والأولاد، وإنسان كان لا يستقبل أحدا في تلك الساعة يوم الجمعة حتى يغرب تغرب الشمس. أعرف امرأة، والله هذه المرأة أكثر تدين من زوجها ومن سائر أسرتها، لما ذهب يخطبها ذاك السعيد الذي حظي بها يقول له جدها، وجدها كان من العباد، أعرفه من العباد، يقول لذلك الخاطب هذه البنت أفضلها على نفسي في التدين، يعني يبين له أنك أنت محظوظ أن جئت تخطب هذه. وهذا الزوج يحدث عنها، هذه المرأة تكاد لا تفوت تلك الساعة من يوم الجمعة، لا تفوتها. فإذا جاءت عندها قد يكون عندها أولادها يتشاجرون كذا، يأتون يشتكون، تقول اجلسي يلا صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغرب الشمس، اجلسي كذا، فتتعلم. يكون البيت بيت مسلمين. يعني كان من دعاء الصالحين قولهم اللهم اجعلنا أهل بيت مسلمين، فقهنا في الدين واجعلنا أئمة للمتقين، لأن أهل بيت مسلمين. أنا أقف عند هذا الموضع، ولعل
لعل كنا يعني إذا كان عندكنا نترك ربع ساعة ونحوها يكون لعله يكون في بعض ما تقولنه أسألنا عنه شيئا يذكرني إلى شيء نسيته أو هذا.